أهلا بكم. إشعال الحرائق المتعمدة أسلوب يومي تنتهجه قوات الأسد في جبل الأكراد بريف اللاذقية لإرغام من صمد من السكان على ترك المنطقة. في ريف اللاذقية مساحات واسعة من طبيعة سوريا الساحرة تزينها الغابات الخضراء الممتدة، لكن ليس بعد استهدافها من قبل جيش الأسد بالمدافع والصواريخ لتحول كثيرا من أشجارها وجمالها إلى كتلة من الدخان واللهب لتجبر السكان على الرحيل، إلا من بقي ليذوب قلبه حرقة على حاله وحال بلده. نحن هون سكننا، هون نحن وأطفالنا وعائلاتنا، بدنا لحتى نتهجر من هون. ليك عبر زبونا بالصواريخ، بأسباب هالصواريخ شعلت أراضينا، شعلت منشآتنا، ما تم عنا شيء. بدنا لحتى يهجرونا، طلبنا الوحيد هو التهجير، والتهجير نطلع نحن من أرضنا حتى يجوا يقعدوا في أراضينا، حتى سجروا، حتى المي، حتى خراطيم المياه اللي جاي لعنا عم تحترق كلها، بتشعل أمام عينينا، ما نقدر نسوي شيء. أبو خالد واحد من رجال جبل الأكراد، لم يجد سعة في الدنيا كلها خارج بلدته، فظل فيها ليذكر سوء أحوال حياته وحياة أطفاله في ظل القصف المتواصل واشتعال الغابات المحببة إلى قلبه أمام عينيه دون أن يستطيع إخماد حريقها. وهو أيضا لا ينسى أن ينتقد محاكم الثورة التي تبالغ في تطبيق القانون في وقت لا يسمح بذلك. في محكمة بتقوم إلا أنت بتكون بالطعم شعبك أو بتدير بالك على عائلات، هاك الساعة بتحاكمه بس بدون أي مساعدات. تجي تحاكم العالم على أنه شال باب حديد وروح باعه لحتى يجيب خبز أولاده. حتى الآن والله العظيم أكثر الأوقات بننام جوعانين لأنه ما في خبز ولا في طحين لحتى يجيب لحتى نطعمي هالأولاد. أقسم بالله العظيم نحن أيام عم ننام جوعانين كرمال نطعمي أولادنا، والله على ما نقول شهيد. يستمر جيش الأسد بتدمير سوريا بكل ما فيها، دون كرسي الحاكم يهون كل شيء، أقله غابات هذه الجبال استغرقت عشرات السنين من العناية والتعب، يعرفها السوريون كلهم ويتوقون لزيارتها كما اعتادوا كل صيف.